فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى أضحية سليمة ثم أصابها العيب قبل الذبح كالكسر وما شابهه، فهل تجزئ؟ إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، بأن كانت وصية لميت أو أنها نذر، أنه نذرها، فلا بد أن يأتي ببدلها. أما إذا كانت تبرعا فإنها تجزي، يذبحها ولو كانت قد انكسرت بعد التعيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال أيضا مقارب، يقول: إذا اشتريت أضحية ثم ماتت قبل أن أذبحها، خلف الله عليك، ماتت خلف الله عليك، ما صارت أضحية. نعم.